السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات. اليوم جبت لكم لغوصات تاع بوزلوف ليش الراس. هنا البوزلوف تاعي تاع العيد البنات، ها هو كي نبدا نشوطو وشي هو فيش صوف بزاف. واش درت؟ نحيتو، عاود قصيتها بالمقص، نحيت له لا نيوك هذه، عاود شوطو شوطي على الطابونه وبرشي، وسمحوا لي على المنظر تاع الدم. مي هذا هو البوزلوف تاع العيد. برشتو نحي ونحط نشوط ونحط فوق اللوحه ونبرش حتى نقيته مليح. كي نقيه مليح غسلته غير شليته بالماء وقصيته اون دو، نحيت له المخ، حطيته في المرميطه، لحت له البصله، لحت له الثوم، لحت له الفلفل الكحل، الملح، جونجومبر، دبشه، الزيت، زيت زيتون، ملح. هذو هما البنات لي زيبيس نورمال اللي ما عارفين نديرو بهم. هنا اني غير مارينيتو، نطيبو نص طياب غير شوي باسكو الخروف صغير، ومن بعد نكملو كامل في الفور. يجيكم يشهي البنات، يجي طيب زبده ويجيكم بنين. هنا لحت الجونجومبر، لحت الفلفل الكحل، هنا الكسبر، وتشوفش الملح. هنا كي شبتو البنات وغسلتو، اني قلت لكم غير بالماء بيدي قسمتو اون دو، نحيت المخ وهدرتو بهنا نمارينيه ونطيبو فيه شوي صوص غير نص طياب. قصيت له كعبه طماطم، لحت له الدبشه، صافي بصله ثوم دبشه طماطم لي زيبيس. انا درت الجونجومبر، درت ملح، درت الفلفل الكحل، درت كزبر وشوي زيت. ودرك بعد ما نخليهش يتقلى البنات، نحلو شوي ما غير شوي برك، ونخليه طاب مده 15 دقيقه وطفيت عليه. هذا ما كان، ها هو الماء، اهو ونخليه يتمارينا، وخليته 15 دقيقة طفيت عليه وخليته قعد شوية حتى العشية، وخليته كملت له طياب في الفور. البنات هنا طاب وبرد، طاب نص طياب وبرد، فرشت له بابي الومنيوم مع بابي كويسون، نحط ها هو كي نحط البوزلوف تاعي الراس. سما لي ما ياكلوش هنا مش حيعافو، كان لي ما ياكلوش نحطو، ندير له شويه تاع لاصوص، شويه لي زونيو هذوك اللي قصيتهم، قصيتهم خشين البنات، ما رابيتش، قصيت نورمال خشين، كلش خشين على يدي برك. فوالا وندير له شويه زبده ونزيد الملح وشويه، نغطي نخلي له يزيد دار ميم با 20 مينوت في الفور، وطفيت عليه، نحيت له بابي الومنيوم، خليته تحمر وتاكلوه بالصحه والهنا البنات. ما فيهش خدمه، المخ تاعو درت له الثوم وقليته بالعظام، وهذا من درت له شويه دبشه من الفوق، واللي يحب الحار يزيد يقص عليه فلفل حار من الفوق وساي. وبالصحه والهنا، وقدمته مع السلطه بوزلو، شاركته معكم تاع العيد. كل واحد كيفاه طيبو، نعطيكم طريقه جي طيب زبده وجي بنين ومحمر، ما اللي تخو بون، يعني اللي ما يطيبوش بالطريقه هذه يجرب يطيب بالطريقه هذه. هنا البنات راهو